بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الجزء الثاني من الكورس بتاع الترم ده، اللي هو التصميم الانشائي او الاستراكشر ديزاين. الجزء الاول اللي هو قبل الميد ترم اتكلمنا عن الجيومتريك ديزاين، وقلنا ان الجيومتريك هو تصميم العناصر المرئيه من الطريق، اللي انا اقدر اشوفها من الطريق. زي انا اقدر اشوف عرض الحاره، اقدر اشوف عدد الحارات، اقدر اشوف ميل الحاره، اقدر اشوف عرض الطوبان او عرض الجزيره وهكذا. في الاستراكشر ديزاين اللي هو تصميم العناصر الغير مرئية اللي أنا ما أقدرش أشوفها. زي إيه؟ تعالى نشوف مع بعض. قال لي أول حاجة تحديد نوع الرسم. في التصميم الإنشائي أول حاجة المفروض تعرفها تحدد نوع الرسم المستخدم أو اللي أنت هتستخدمه. زي إيه؟ قال لي نوع أنواع الرسم حاجتين، يا إما بستخدم أسفلت وده بسميه فليكسيبل بيفمنت أو الرسم مرن، يا اما استخدم خرسانه سواء خرسانه مسلحه او خرسانه عادي، ده بسميه ريجيد بيفمنت او رصف صلب. يبقى اول حاجه عندي في التصميم الانشائي المفروض اكون اعرفها اللي هو تحديد انواع الرصف بتاعي او نوع الرصف بتاعي. تمام. تاني حاجه تحديد سمك طبقات الرصف. طبعا اي رصف او اي قطاع عندي بتكون من مجموعه من الطبقات بالشكل ده كده. في التصميم الإنشائي هنعرف مع بعض إزاي أقدر أحدد سمك كل طبقة من طبقات الرصف بتاعتي. تمام. تالت حاجة تحديد أنواع المواد المستخدمة ليه. كل طبقة من الطبقات بتتكون من مواد معينة، لازم أعرف إيه هي المواد دي وبتتكون من إيه. طيب. بعد كده والاختبارات عليها، وأعمل اختبارات على المواد اللي أنا بستخدمها في الطبقات عشان أشوفها هي صالحة للاستخدام ولا لأ. يبقى في التصميم الإنشائي هنتعرف أو نعرف تلات حاجات: تحديد نوع الرصف، تحديد سمك طبقات الرصف بتاعي، تحديد انواع المستخدمه في الطبقات، والاختبارات اللي بتتم عليها عشان نعرف هي صالحه للاستخدام ولا لا. طيب ده كده الكونتنت او المحتويات اللي احنا هندرسها ان شاء الله في الترم او بعد الميد ترم، اللي هي اول حاجه السوري كلاسيفيكيشن تصنيف التربه بتاعتي. تمام. عشان اقدر اشوف التربه فين التربه الجيده اللي انا اقدر استخدمها وفين التربه السيئه اللي انا مش هستخدمها او هستبدلها. تاني حاجه سترينث تيست، الاختبارات اللي هتتم على التربه بتاعتي او على الطبقات بتاعتي عشان اشوف التربه دي او الطبقات دي صالحه للاستخدام ولا لا. بعد كده ستريس والديفليكشن هو الاجهادات والهبوط اللي هي جايه من تحميل العربيات على الطريق بتاعي، الاحمال المرية بتاعت الاحمال اللي جايه من العربيات، ودايما بختزلها في حاجتين، حاجه اسمها كوفيلنت سنجل اكسيال لود، حاجه كوفيلنت سنجل ويل لود، ده هنشوفها مع بعض. تمام. بعد اخر حاجه تصميم الرصف المرن وتصميم تصميم الرصف الصلب. ده كده الكونتنت المفروض ناخده قبل امتحانات الفاينل باذن الله. زي ما احنا اتكلمنا انواع الرصف بتاعتي، قلنا فليكسبل موفمنت اللي هو الرصف المرن اللي انا بستخدم فيه الاسفلت، والريجيد بيفمنت اللي هو الرصف الصلب اللي انا بستخدم فيه خرسانه. هنتكلم اول حاجه على الرصف المرن اللي هو الاسفلت. قلنا الرصف المرن او الاسفلت دي بتكون من مجموعه من الطبقات، عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن طبقات من السن زي الطبقات من الأسفل. أنا بستخدم تحت كده الطبقات من السن وفوقها كده مجموعة أو طبقتين من إيه؟ طبقتين من الأسفل. تمام. يبقى بتكون من إيه الرسم المرئي؟ بتكون مجموعة من طبقات من السن وطبقات أسفل. تعالى نشوف مع بعض الشكل القطاع بتاع الرسم المرئي هيكون إزاي؟ قال لي هيكون بالشكل ده كده. قال لي بتكون من ست طبقات. أول حاجة حاجة اسمها السب جريد لير. إيه السب جريد لير ده؟ قال لي السب جريد دي تربة التأسيس بتاعت التربة اللي أنا هأسس عليها الطريق. طيب السب جريد لير دي بستخدمها ازاي أو بنجيبها منين؟ قال لي السب جريد لير ده حاجتين، يا إما استخدم الأرض الطبيعية اللي هي موجودة فعلا في الطبيعة اللي هي موجودة مكانها، دي بعمل عليها اختبارات وأشوفها صالحة للاستخدام ولا لأ، وبعدين لو صالحة للاستخدام بستخدمها. طيب لو طلعت مش صالحة للاستخدام، قال لي بستبدلها بتربة من خارج الموقع، بجيب تربة جيدة أو تربة صالحة للاستخدام من بره الموقع وأقدر أستخدمها كسب جريد لير أو كتربة تأسيس. يبقى سب جريد لير حاجتين أو ليها تعاملين، يا إما بستخدم الأرض التربة الموجودة في الأرض الطبيعية أوريدي أو موجودة فعلا على أرض الواقع، يا إما بستبدلها لو هي مش صالحة للاستخدام بتربة جاية منين؟ من خارج الموقع، أو تربة موردة من بره الموقع بتاع، تربة طبعا صالحة للاستخدام، ده تربة التأسيس. بعد كده فوق حاجه اسمها سب بيز لير، او قبل ما ندخل في سب بيز لير قال لي تربه التاسيس بتاعتي لازم حاجه اسمها سي بي ار لا يقل عن 10%. ايه السي بي ار ده؟ قال لي السي بي ار ده الكاليفورنيا بيرنج ريشيو، ده اختبار
بعمله على التربة عشان اشوف الاسترنس بتاعت التربة واشوف هي صالحة للاستخدام ولا لا. فقال لي السبار بتاع السبليل لير اللي انا هستخدمه لازم ما يقلش عن 10%، واي تربة قل السبار بتاعها عن 10% طبعا بستبدلها. ده احد الاختبارات اللي بتتم على التربة بتاعتي. تمام. فوقها طبقة حاجة اسمها السبز لير اللي هي طبقة الأساس المساعد. إيه اللي بتتكون من إيه طبقة الأساس المساعد؟ قال لي دي طبقة رقامية تتكون من الرقام. طيب الرقام ده نوع إيه أو متدرج؟ قال لي متدرج من سن 6. طبعا السن بتاعي بيكون متدرج أو ليه كذا تدرج. فقال لي طبقة الأساس المساعد السن اللي بستخدمه فيها اسمه سن 6، التدرج بتاعه سن 6. تمام. وقال لي السي بي آر بتاعها ما يقلش عن كام؟ ما يقلش عن 20%. برضه اختبار التحميل بتاعها او اختبار الاسترنس بتاعها ما يقلش عن 20%. طيب بعد كده فوق السب بيز لير حاجه اسمها البيز لير، طبقه الاساس. قال لي برضه دي طبقه رقميه، وقال لي برضه بتتكون من سن 6. تمام. بس قال لي سن 6 اللي انا بستخدمه في طبقه البيز لير جودته او نوع افضل من سن 6 اللي انا بستخدمه في السب بيز لير، او بيديني استرنس اعلى من السن اللي انا بستخدمه في السب بيز السبز دي. وقال لي ان السن ده او السي بي ار بتاعها لازم ما يقلش عن كام؟ عن 80%. تمام. بعد كده فوق السبز لير اللي هو الخط الداش ده حاجه اسمها البرايم كود. ايه برايم كود ده؟ قال لي حاجه اسمها طبقه تشريب. ايه طبقه التشريب ده؟ قال لي البرايم كود بتتكون من حاجتين مهمين، حاجه اسمها بيتومين زائد كيروسين اللي هو الجاز يعني. بيتومين زائد كيروسين ده بروح رشه على طبقة البيز لير. طيب فديته ايه؟ قال لي لما برش البيتومين والكيروسين او برش طبقة البرايم كوت على البيز لير، تمام، بتديني الفراغات الموجودة في البيز لير، فبتعمل لي ربط بين طبقة البيز لير والطبقة اللي فوقها. يبقى وظيفتها حاجتين، أول حاجة بتسد المسام الموجودة في طبقة البيزلير وبتمنع وصول المية للركام أو لطبقة البيزلير. تاني حاجة تتكون أو تعمل كطبقة ربط بين طبقة البيزلير والطبقة اللي فوق، طبقة البيتومين أو برايم كور. طب ليه بيستخدم بيتومين وكيروسين؟ فكرة البيتومين هو اللي بيعمل الطبقة طبقة الربط، أو هو اللي بيمنع وصول المية لطبقة البيزلير. طب ليه بيستخدم الكيروسين أو الجازولين أو الجاز؟ قال لي بستخدم الكيروسين والجاز بضيفه مع البيتومين لان البيتومين ماده لزجه او الفسكوستي او اللزوجه بتاعتها عاليه، فبضيف عليها دي عشان اقدر اخفف البيتومين لما اجي ارشه ايه بسرعه او بسهوله. تمام. وقال لي طيب لما انا رشيته عندي خاصيه او عندي خاصيه مهمه جدا في الجاز، قال لي انها بتتفاعل مع الاسفلت بتاعي. لو انا رشيت فوق اسفلت هتتفاعل معها وده هيسبب لي ضرر للاسفلت بتاعي. فقال لي اعمل، قال لي الجاز ده متوسط التطاير. يعني ايه متوسط التطاير؟ يعني لما ارش الجاز او ما ارش طبقه البرايم كوت بعد فتره معينه الجاز ده هيتطاير في الجو، هيبقى لي بس طبقه البيتومين موجوده عندي كطبقه رابطه موجوده على البيس على البيس دي. طيب بيرش المعدل قد ايه؟ قال لي طبقه التشريب بتاعتي ترش بمعدل 1.5 كيلو جرام على المتر المربع. يعني المتر المربع الواحد لازم يرش في كام؟ كيلو ونص من البرايم كوت اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيتومين زائد كيروسين اللي هو الجاز. تمام. زي ما قلنا وظيفتها برضه اللي هي طبقة رابطة وبتمنع تسريب المية لطبقة الجاز دي، تسمى ايه؟ ميديم كيورينج كات باك اسفلت، اللي هي اسفلت متوسط التطاير. وقلنا متوسط التطاير لان الجاز ده بيتطاير بعد الرش. بعد كده بضيف طبقة البندل لير، طبقة رابطة. طبقة الرابطة بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من اسفلت زائد ركام زائد رمل زائد بودرة. البودرة ده الرمل الناعم جدا يعني. طيب يبقى بتتكون من اسفلت زائد ركام زائد رمل زائد بودرة. طيب معناها ان هي طبقة اسفلتية. طيب الخلطة بتاعتها او الخلطة دي بصممها ازاي؟ قال لي بصممها بحاجة اسمها مارشال، خلطة مارشال. تمام. بصممها بخلطة مارشال أو بجهاز مارشال طبعا في المعمل. تمام. بعد كده طبقة البندر، وقال لي طبقة البندر اللير دي أو الطبقة الرابطة دي سمكها من 5 إلى 7 سنتيمتر.
يبقى طبقة البندل دي طبقة بحطها أو بتتكون من أسفلت زائد ركام زائد رمل زائد بودرة، وإن هي عبارة عن طبقة أسفلتية بصممها أو التصميم بتاعها أو تصميم النسب، سواء نسب الأسفلت أو ركام أو رمل أو بتومين، حسب نسب خلطة إيه؟ خلطة مارشال الموجودة في الكود عندي. تمام. قال لي سمكها كام؟ من 5 لـ7 سنتيمتر. وقال لي الركام بتاعي بستخدم سن 2 وسن 3، ركام مخلط من سن 2 وسن 3 زي ما احنا قلنا سمكها كام؟ من 5 لـ7 سنتيمتر. بعد كده طبقة اللصق، يعني بعد كده طبقة حاجة اسمها التاك كود اللي هي فوق البندل لير اللي هي بالخط الدجي ده. قال لي التاك كود بتتكون ايه؟ قال لي ده أسفلت سريع تطاير رابد كيورنج سريع التطاير. قال لي بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من بيتومين زائد كيروسين او زائد جازولين، سوري جازولين، والجازولين ده اللي هو البنزين. مش معنى بستخدم بنزين لان البنزين ده سريع التطاير، مش معنى انك استخدمت جاز لان الجاز ده متوسط التطاير. تمام. فايدته ايه التاك كود ده؟ قال لي التاك كود ده دي طبقه طبقه ربطه تربط بين طبقه البندر لير والطبقه اللي فوق، يبقى طبقه ربطه تربط بين طبقه البندر لير والطبقه اللي فوق، وطبعا طبقه تمنع وصول الميه لطبقه البندر لير. تمام. طيب التاك كود ده ترش معدل ايه؟ قال لي ترش معدل نص كيلو جرام على المتر المربع، يعني المتر المربع الواحد من الارض بتاعتي المفروض يرش في كام؟ نص كيلو جرام. ده كده طبقة ايه؟ طبقة التاك كود او طبقة التشريب بتاعتي. بعد كده او اخر طبقة او قبل ما ندخل في اخر طبقة، ازاي اقدر اعرف ان المقاول او اللي شغال في التنفيذ ده رش لي بمعدل معين؟ ازاي اعرف ان هو رش بمعدل كيلو ونص او معدل نص؟ قال لي باجي في الموقع كده بعمل اختبار بسيط، بجيب مفرش كده بمساحة معينة واثبته على الطريق بتاعي، والجرار بتاعي شغال رش عادي، وهو شغال رش اكيد هيرش على الجزء الموجود في المفرش. بعد كده باخد المفرش بتاعي وبوزن، اعرف وزن الرش او الوزن اللي هو رش على المفرش قد ايه، واقسمه على المساحه المربعه بتاعت المفرش بتاعي، واقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الوزن بتاعي لكل كام؟ لكل متر مربع. ده كده بالنسبه للتشريب بتاعه، بالنسبه للتاك ايه؟ بالنسبه للتاك كود ما احنا اتكلمنا اهو. طيب اخر حاجه عندي اللي هي الطبقه السطحيه البيرنج سيرفيس لير. قال لي الطبقه السطحيه دي اللي هي اخر طبقه فوق بسمها طبقة نظافة، خلاص دي الطبقة اللي بتتم مع نهاية المشروع خالص، لما يكون المشروع هيتسلم بعمل طبقة ايه؟ طبقة سطحية أو ويرمي سيرفيس ليه. قال لي ده طبقة أسفلتية برضه بصممها باستخدام مارشال، تتكون من أسفلت زائد ركام زائد رمل زائد بودرة، والركام بتاعي هنا بستخدم سن واحد وسن اتنين، بستخدم سن واحد وسن اتنين. قال لي سمكها يتراوح من كام؟ من 5 لـ7 سم. ده كده شكل القطاع بتاعي، قطاع الرص المرن بتاعه بيتكون من السب جريد لير، ثم سب بيز لير، ثم بيز لير، ثم برايم كوت، ثم بندل لير، ثم تاك كوت، ثم ويرنج سيرفيس لير. يعني البرايم كوت والتاك كوت دي طبقات تشريب بحطها عشان تربط بين الطبقتين وبعضهما البعض، وعشان تمنع تسريب الميه، وقلنا ان ده متوسط التطاير، وقلنا ان ده سريع التطاير، وقلنا ان ده بيستخدم بيتومين زائد جاز، وده بيتومين زائد بنزين، لان الجاز متوسط التطاير البنزين ايه سريع التطاير. وقلنا البرايم كود برش معدل كيلو ونص للمتر مربع، والتاك كود برش معدل كام؟ نص كيلو جرام للمتر مربع الواحد. وقلنا ان تربة التأسيس بتاعتها او سب جريد لير يا اما تكون سب جريد، يا اما تكون اللي هي ناتشرال جراوند سويل. ايه الناتشرال جراوند سويل ده؟ ده الأرض الطبيعية بتاعتي أو التربة بتاعت الأرض الطبيعية بتاعتي، ممكن أستخدم التربة بتاعت الأرض الطبيعية أو التربة الموجودة فعليا في أرض ليه؟ في أرض الموقع. تمام. وإما بستبدلها بتربة موردة من خارج إيه؟ من خارج الموقع طبعا عشان تكون صالحة للاستخدام. يبقى الصب جريد لير أو تربة التأسيس بتاعتي ممكن تكون تربة الأرض الطبيعية بتاعتي، أو ممكن تكون تربة إيه؟ تربة موردة من خارج الموقع عشان تكون صالحة للتأسيس. تاني نوع عندك من أنواع الرصف اللي هو الرصف الصلب أو الخرسان. الرصف ده
قال بستخدم خرسانة، سواء خرسانة عادية أو خرسانة مسلحة، مكان الأسفلت بتاعي. طيب الخرسانة العادية دي أو الخرسانة المسلحة دي، يا إما توضع على الأرض الطبيعية مباشرة ولا تحتها طبقات؟ قال لي لا حلين، يا إما توضع على الأرض الطبيعية مباشرة، يا إما يوضع تحتها طبقة سب بيز لير زي ما إحنا شايفين بالشكل ده كده، سب جريد لير اللي هي تربة التأسيس، ثم سب بيز لير بتاعتي، ثم الخرسانة العادية أو طبقة الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بتاعتي. يبقى لها شكلين، يا إما توضع على طبقة السب جريد مباشرة، يا إما توضع تحتها طبقة سب بيز لير. هنعرف دلوقتي استخدام السب بيز لير ليه. طيب ليه بستخدم الريجيد بيتمنت، او ايه هي اماكن استخدام الريجيد بيتمنت؟ قال لي في محطات الوقود. اشمعنى في محطات الوقود؟ احنا قلنا قبل كده ان الاسفلت بيتفاعل مع الجاز او مع البنزين، فيفضل استخدام الاسمنت او الخرسانه في محطات الوقود. طيب المطارات، المطارات احمال الطائرات عاليه جدا، والريجيد بيتمنت بيشيل احمال عاليه اكبر من الاسفلت، فيفضل استخدام الريجيد بيتمنت. محطات تحصيل رسوم اللي هي الكارتة، الكارتة بيقف عندها عربيات كتير، فهنا في أحمال عالية جدا على الرصف بتاعي، فيفضل يكون الرصف بتاعي رصف صلب اللي هو ريجيد بيتمنت، لما بيكون أحمال عالية. طيب إيه هي مميزات استخدام طبقة الأساس المساعد زي ما إحنا قلنا؟ قال لي أول حاجة لو تربة التأسيس بتاعتك ضعيفة بضطر أعمل طبقة أساس مدعم، يبقى لو بستخدمها لو تربة التأسيس بتاعتك ضعيفة. تاني حاجة تحسين صرف المياه، لأن قلنا إن طبقة السبس دي عبارة عن سن، فصرف المياه في خلال السن أو هيكون في فراغات كبيرة في السن، فصرف المياه هيكون إيه؟ هيكون كويس. تاني حاجة منع ظاهرة البامبنج، إحنا عارفين إن أسفل طبقة السبس في هنا تربة الأرض الطبيعية أو تربة التأسيس بتاعتك، اللي التربة بتكون سواء تكون تربة ناعمة أو تربة خشنة. طيب التربة دي لو جت عليها مية أو حصل لها فوران، ممكن التربة دي تصعد لفوق. فقال لي طبقة السبس دي بتحمي او بتمنع التربه بتاعتك من الصعود لفوق، او بتمنع ظاهره البامبنج اللي هي ظاهره خروج حبيبات التربه اسفل طبقه الاساس من خلال الفواصل. الحبيبات اللي تحت دي او التربه اللي تحت بيجي عليها ممكن تطلع اسفل الفواصل او خلال الفواصل اللي الفواصل بتاعتك، فبسميها او بستخدمها عشان تمنع ظاهره البامبنج بتاعتك. ده كده مقارنه بين الرصف المرن والرصف الصلب. قال لي اماكن استخدام، قال لي أي طريق ممكن الرصف المرن ده أستخدمه في أي طريق ما عدا الطرق المعرضة لتسرب الزيوت والشحوم، وقلنا ليه؟ لأن الأسفلت بيتفاعل معاهم، والطرق ذات الأحمال المرورية العالية طبعا، لأن الريجيد بيفمنت بيتحمل أحمال أعلى. طيب الرصف الصلب، قال لي الرصف الصلب ممكن أستخدمه في جميع أنواع الطرق، يستخدم في جميع أنواع الطرق. طيب ولكن يفضل استخدامه في الطرق المعرضة للزيوت والشحوم، احنا عرفنا السبب، والطرق المعرضة لأحمال مر عليه. طب ليه مش بنستخدمه في الحالات أو في حالات غير كده؟ لأن تكلفة الرصف الصلب عالية جدا أو أعلى بكتير من الرصف المرن، فيفضل في حالات غير كده بستخدم الرصف المرن بتاعي. طيب طرق توزيع الحمل، قال لي في الرصف المرن الحمل بتاعي بيتوزع تحت أسفل العجلة مباشرة، لو ده العجلة بتاعتي حمل العجل، فده الحمل بتاعها أو التوزيع بتاعها هيكون بالشكل كده، معظم الحمل كله موزع أسفل العجلة مباشرة. لكن في الرصف الصلب قال لي الحمل كله بتوزع على مساحة الريجيد بيفمنت كاملة، أو على مساحة طبقة الخرسانة كاملة بالشكل ده كده، بطريقة منتظمة بالشكل ده كده. يبقى في طريقة توزيع الحمل في الرصف المرن الحمل بيكون على شكل برابلة، بيكون موزع بالكامل أو معظمه أسفل على العجلة مباشرة، لكن في الرصف الصلب بيكون موزع بانتظام على طبقة أو على البلاطة بتاعتي. تمام. قال لي فائدة السبز لير، قال لي هنا السبز دي بستخدمها ليه؟ التقوية بتاعة الطبقات بتاعتي، وعشان أقلل تكاليف إنشائي، يعني بدل ما كنت بعمل طبقة بيز لير مثلا 50 سنتي، ممكن أعمل طبقة سب بيز 25 سنتي، وأخلي طبقة البيز بتاعتي 25 سنتي عشان أقلل التكاليف بتاعتي، لأن يعني تكلفة طبقة البيز طبعا أغلى، أعلى أو أغلى من طبقة السب بيز. لكن فائدة السب بيز في الريجيد بيفمنت زي ما قلنا بتقوي تربة التأسيس، تحسن مياه الصرف، تمنع ظاهرة البامب اللي هي ظاهرة خروج الحبيبات أسفل الطبقة. العمر طبعا دي عمر بتاعها أقل، دي العمر بتاعها بتعيش أكبر أو بتعيش عمر أكبر من الفليكسبل بيفمنت. التكلفة طبعا الريجيد بيفمنت تكلفته أعلى من الفليكسبل بيفمنت. طيب مقارنة كده برضو بسيطة بين البرايم كوت اللي هو التشريب اللي أنا بستخدمه عشان يربط بين طبقة الأساس والطبقة الرابطة، وبين التيك كوت اللي هو بيربط بين الطبقة الرابطة والطبقة السطحية اللي هي الفينيش بتاعي. طيب قال لي مكان استخدام اقل دي بين طبقة الأساس وطبقة الرابطة زي ما احنا قلنا.
والتاكد بين الطبقة الرابطة والطبقة السطحية اللي هي الطبقة الفينش. طيب المادة المستخدمة؟ قال لي بستخدم أسفلت متوسط التطاير اللي هو ميديم كيورنج، اللي هو الإيه؟ اللي هو الكيروسين اللي هو الجاز. طب هنا بستخدم أسفلت سريع التطاير، هو الرابيد كيورنج اللي أنا بستخدم معاه البنزين، لأن البنزين سريع التطاير. طب معدل الرش ده كيلو ونص في المتر مربع، ده نص كيلو في المتر متر مربع. إيه الوظيفة بتاعته؟ قال لي الوظيفة دي لوظيفتين، دي طبقة رابطة تربط طبقة الأساس بالطبقة اللي فيها وبتمنع تسريب المية، دي برضه طبقة رابطة تربط الطبقة السطحية بالطبقة الرابطة وبتمنع إيه؟ وبتمنع تسريب المية بتاعتها. كده انتهينا، دي كده مقدمة عن انتراستراكشر ديزاين، وعرفنا مع بعض الفرق بين الفليكسيبل بيفمنت وبين الريشد بيفمنت، وكل طبقة بتتكون من ايه. طيب بعد كده انا عاوز اعمل تصنيف للتربة، لان التربة بتاعتي اللي انا بستخدمها في منها تربة جيدة في منها تربة سيئة، انا عاوز اعرف تصنيف التربة عشان التربة الجيدة استخدمها والتربة السيئة أزيلها أو أستبدلها بتربة جيدة. طيب يبقى تصنيف التربة ده بعمله عشان أشوف التربة اللي صالحة للاستخدام في مجال الطرق أو لأ. طيب قال لي في طريقة بتستخدم لتصنيف الطرق اللي هي طريقة الـ ASHTO، اللي هي الجمعية الأمريكية للطرق والنقل لتصنيف التربة. طب عشان أصنف أي تربة لازم أعرف 3 حاجات مهمين. أول حاجة لازم أعرف حد الليدونة للطريق بتاعي أو للتربة بتاعتي، لازم أعرف حد السيولة للتربة بتاعتي، لازم أعرف تحليل المناخل للتربة بتاعتي، ويفضل 3 مناخل معينة، هما منخل رقم 10 اللي هو مساحته 2 مليمتر أو مساحة الفتحة بتاعته 2 مليمتر، منخل رقم 40 اللي هو الفتحة بتاعته مساحتها 425,000 مليمتر، مدخل رقم 200 المساحة بتاعته كام؟ 0.075 مليمتر. تمام، يبقى يفضل أكون عارف 3 حاجات، حد اللدونة للتربة، حد السيولة للتربة، وتحليل المناخ اللي هو مدخل رقم 10، مدخل رقم 40، ومدخل رقم 200. تعالى نشوف بنصنف التربة ازاي بالطريقة الأشهر. طبعا نعرف نسب المار سواء من المنخل رقم 10 او من المنخل رقم 40 او المنخل رقم ايه؟ المنخل رقم 200. حاجة مهمة جدا قال لي حاجة اسمها البلاستيستي اندكس، مؤشر اللدونة بتاعتك. مؤشر اللدونة ده بيساوي الليكويد ليميت اللي هو حد السيولة ناقص البلاستيك ليميت اللي هو حد اللدونة. يبقى الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت اللي هو حد السيولة ناقص حد اللدونة. طيب ده كده التصنيف بتاع التربة. قال لي أول حاجة بجيبها بشوف المار من منخل رقم 200، لو المار من منخل رقم 200 طلع أقل من أو يساوي 35% يبقى التربة بتاعتي دي تربة خشنة. طب لو طلع أكبر يبقى التربة بتاعتي دي تربة ناعمة اللي هي الفاين سويل. طب التربة الخشنة لها تصنيف والتربة الناعمة لها تصنيف، تعالى نشوف مع بعض. قال لي التربة الخشنة تتصنف 3 حاجات، A1 A2 A3. طيب A1 قال لي A1 ده عبارة عن زلط ورمل، و A3 قال لي ده عبارة عن رمل صافي اللي هو الرمل الأصفر، A2 ده عبارة عن زلط ورمل موجود بيه نسبة من الطين والتمر، زلط ورمل موجود بيه نسبة من ايه؟ من الطين والتمر. طيب وقال لي A1 برضه ليه تصنيفين A1A و A1B. قال لي A1B ده كسر حجارة يعني حجارة كبيرة، لكن A1A، لكن A1B ده رمل خشن، رمل بس خشن. تمام، ال A2 قال لي بتتقسم ل4 حاجات، ال A24 A25 A26 A27. تمام، قال لي ال A24 و A25 ده اللي عبارة عن رمل وزلط به نسبة من التمر. طب A26 و A27 ده رمل أو زلط به نسبة من الطين، ده ما يهمنيش، المهم إن أعرف إن تصنيف التربة بتاعتي الخشنة A1 و A2 و A3 و A1 في A1A و A1B، ده كله هيكون موجود عندك ايه؟ موجود عندك في الجدول. طب التربة الناعمة؟ قال لي التربة الناعمة تصنف ل A4 A5 A6 A7 ثم A7 يقسم إلى حاجتين A75 و A7A A7X. تمام، قال لي A4 ده عبارة عن طمي اللي هو السلت، و A5 عبارة عن طمي اللي هو السلت برضه، و A6 و A7 ده عبارة عن طين اللي هو ليه؟ هو الكلي. طبعا
من خلال الشغل او من خلال ايه هي الطرق الافضل او التربه الافضل اللي استخدمها في الطرق، طبعا هي التربه الخشنه. هنعرف مع بعض ازاي. طبعا من اول A1 ثم A3 ثم A2 A4 وهكذا بنفس الترتيب ده كده، ده التربه من الافضل للاسوأ عشان اعرف ان التربه الجيده وايه التربه وايه التربه السيئه او التربه المفروض استبدلها. ده كده الجدول اللي احنا هنصنف فيه التربة او الجدول بتاع الاشجار. بعد كده هدخل الجدول بتاع او جدول اللي هو تصنيف التربة بواسطة الاشجار، اللي هدخل بخمس معطيات مهمة. اول حاجة نسبة المار من المنخر رقم 10، ثم نسبة المار من المنخر رقم 40، ثم نسبة المار من المنخر رقم 200، ثم حد السيولة اللي هو الليكويد ليميت، ثم مجال الليدونة اللي هو ايه البلاستيستي اندكس. مجال الليدونة ده البلاستيست اندكس، وقلنا اللي هو بيساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت زي ما احنا قلنا. تمام، هدخل ازاي؟ قال لي اول خطوة المفروض ادخل بيها الجدول نسبة المار من مخرج رقم 200. هدخل من المار من مخرج رقم 200 ليه يا عم؟ عشان اقدر احدد التربة بتاعتي تربة خشنة ولا تربة ناعمة. طيب لو طلعت اقل من او تساوي 35% يبقى التربة بتاعتي تربة خشنة، طب لو طلعت اكبر يبقى تربة ناعمة. كده حددت التربة بتاعتي سواء خشنة او ناعمة. بعد كده اعمل ايه؟ قال لي بعد كده هتدرج في المعطيات بتاعتي بدءا من منخر رقم 10 لغايه مجال الليدونه لغايه لما اوصل لتصنيف الطرق بتاعتي. طيب ازاي؟ تعالى نشوف مع بعض. قبل ما نشوف، هنا في الجدول كاتب لك 50 ماكسيمم. كلمه ماكسيمم دي معناها لا تزيد عن، وكلمه مينيمم معناها لا تقل عن، وكلمه نو بيليان معناها نو بلاستكس، ملهاش بلاستيستي اندكس. تمام، أول خطوة بعد ما حددت التربة بتاعتي ناعمة أو خشنة هدخل موار منخر رقم 10. لقيت مثلا التربة مثلا طلعت تربة خشنة مثلا، لقيت التربة لما حددت أو دخلت بالموار منخر رقم 10 لقيت تنفع معايا جميع أنواع التربة من A1 لغاية A2 لغاية A3. تمام، بعد كده هدخل بالاشتراط التاني منخر رقم 40. لقيت لما دخلت بالاشتراط اللي منخر رقم 40 لقيت ما تنفعش معايا في A1A و A1B، يبقى كده هلغي A1A و A1B وتحقق الاشتراطات التانية اللي هو A2 و A و A3. يبقى التربة لغاية دلوقتي معايا A2 و A3 ولغيت A1 من ايه من حساباتي. بعد كده هدخل ب بالمار من رقم 200. لما دخلت بمار من رقم 200 لقيت الشرط بتاعي مش موافق مع A3 يبقى هلغي A3، يبقى التربة بتاعتي رسيدة ان هي A2. بعد كده هدخل بالليكويد ليميت، دي رابع اشتراط عندي. لما دخلت بالليكويد ليميت في ال A2 لقيت عندي في اشتراطين ما ينفعوش، سواء او تربتين ما ينفعوش، A2 5 مثلا و A2 6. بتبقى عندي اتبقى عندي A2 4 و A2 6. تمام، بعد كده هدخل بالتربتين دول الاشتراط الاخير اللي هو البلاستيستين. لما دخلت الاشتراط الاخير لقيت مثلا ال A2 4 ما تنفعش، واللي نافع عندي اللي هي ال A2 6. يبقى التربه بتاعتي تصنيفها ايه؟ A2 6. هنشوفها مع بعض او توضح مع بعض اكتر في مثال. قال لي ده كده انواع التربه بتاعتي، ده كده كسر حجاره او زلط ورمل، ده كده فاين ساند اللي هي الرمله الصفراء، ده كده رمل وزلط ليها نسبه من الطين والطمل، ده كده طمل، ده كده ايه، ده كده طين. طبعا يفضل التربه الخشنه عن التربه ايه، التربه الناعمه زي ما احنا قلنا. طيب عندي في ايه سفن او ايه سبعه، دخلت في ايه سبعه، عندي ايه سبعه صف واحد. طيب حددت التربة ووصلت ان عرفت ان التربة بتاعتي ايه سبعة. طب عندي في نوعين من ايه سبعة، ايه سبعة خمسة وايه سبعة ستة. طب اعرفها ازاي؟ قال لي الاشتراط ده، قال لي لو البلاستيست اندكس بتاعتك طلعت اقل من او تساوي الليكويد ليميت ناقص 30 يبقى السويل بتاعتك ايه سبعة خمسة. طب لو البلاستيست اندكس بتاعتك اللي هي كانت بتساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت طلعت اكبر من الليكويد ليميت ناقص 30 يبقى السويل بتاعتك ايه سبعة، ايه سبعة ستة. قال لي في بعض الحالات ممكن ما تستكملش تصنيف من الجدول، امال ممكن تستخدم ايه؟ قال لي ممكن تستخدم بعض الشرطات. امتى يا عم؟ قال لو التربه بتاعتك طلعتها من الجدول ان هي A2 ممكن توقف تصنيف من الجدول وتستخدم الشرط الاتي. الشرط الاتي بالشكل ازاي؟ بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده البلاستيستي اندكس، وده الليكويد ليميت، ده كده الخط عند القيمة 10، ده كده الخط عند القيمة 40، ده كده الأربع تصنيفات بتاعة التربة A2. تمام، هدخل بالقيمة بتاعة البلاستيستي اندكس
والقيمة بتاعت الليكويد ليميت، واقدر احدد تصنيف التربة بتاعي. طيب لو القيمة بتاعتي وقعت على خط ما بين اتنين بالشكل ده، قال لي خد تصنيف التربة الأقل، يعني وقعت بين A27 وA25، يبقى التربة بتاعتي تصنيفها ال A25. تمام. قال لي عندي حالات تانية، قال له أيوة عندك حالات تانية، قال لو التربة بتاعتك طلعت تربة ناعمة من البداية، أو شفت تصنيف أو المارمر من الرقم 200 لقيته أكبر من 35%، معناها التربة بتاعتك تربة ناعمة، ممكن ما تستخدمش الجدول وتستخدم الشارت الآتي. طيب الشارت عام شكله ازاي؟ نفس الشكل اللي فوق، بلاسست اندكس الخط عند القيمة رقم 10، والليكويد ليميت يبقى ده عند القيمة رقم 40. ده كده التصنيفات بتاعت التربة الناعمة الـ A4 والـ A5 والـ A6 والـ A7 6 والـ A7 A7 5. تمام. هدخل بالقيمتين بتاعت الليكويد ليميت والبلاستيست اندكس، واقدر احدد التصنيف بتاع التربه الناعمه. طيب لو قيمه اول نقطه وقعت على خط ما بين التربتين، قال لي خد برضو التصنيف ذات التربه او ذات التصنيف الاقل. طيب دلوقتي لو التربه بتاعتي طلعت A7، اعرفها ازاي ان هي A7 5 او A7 6؟ قال لي من خلال الشارت او الشارت بتاعي ده، قال لي البلاستيست اندكس بتاعتك اللي هي معاك تلات أقل من أو تساوي الليكويد ليميت ناقص 30، يبقى التربة بتاعتك تساوي A75. طيب لو البروسيس تاينز بتاعتك تلات أكبر من الليكويد ليميت ناقص 30، يبقى التربة بتاعتك A76. يبقى بعض الحالات اللي أنت ممكن ما تستخدمش الجدول فيهم، إمتى؟ قال لو أنت عارف إن التربة بتاعتك A2 ممكن تستخدم الشارت، أو أنت عارف إن التربة بتاعتك فاين سويل ممكن تستخدم إيه؟ الشارت زي ما إحنا شايفين بالشكل ده. كده أنا صنفت التربة بتاعتي وعرفت أنواع التربة بتاعتي. طيب ده كده جدول بيوضح لك مكونات كل نوع من انواع التربه، زائد معده التمكن اللي انت المفروض تستخدمها في الموقع لكل نوع من انواع التربه. ده كده لو سويل A1A، قال لي ده عباره عن كسر احجار او زلط زي ما احنا قلنا. A1B ده الرمل الخشن. طيب قال لي الاثنين A1A و A1B في الموقع بتستخدمهم اسم الهراسات الهزازه، الهراسات الهزازه دي معده الدمك اللي انت هتستخدمها في الموقع. طيب لو A3، قال لي ده عبارة عن رمل ناعم فاين ساند اللي هو الرمل الأصفر. طب الـ A2، قال لي دي تربة خشنة بها مواد ناعمة، يعني تربة رمل أو زلط فيها سلت أو إيه أو كلي. لو الـ A4 ده عبارة عن سلت اللي هو إيه اللي هو الطمي. قال لي التلات أنواع دول بستخدم ليهم يا إما الهراسات الهزازة، يا إما العجل الكاوتش، يا إما العجل الحديد، استخدام عجل حديد مكان إيه؟ مكان الكاوتش. تمام. طيب الـ A5، قال لو الـ A5 ده عبارة عن طمي به مواد مطاطية، دي 6 ده عبارة عن تين كلي، دي 7 برضه عبارة عن تين. ال A5 قال لي بتستخدم العجل الكويتش أو الحديد، لكن A6 و A7 6 و A7 5 اللي هو الطين، يعني بتستخدم اسم حراس واقف الغنم اللي هو بيكون شكل الجزء اللي بيتم عمليه الدم بيكون بالشكل ده كده، وفيه عبارة عن أجزاء مدببة شكل حواف الغنم. ده كده شكل الحراس حواف الغنم زي ما احنا شايفين كده، عبارة عن أجزاء مدببة نفس الشكل برضه بالشكل ده كده، حراس حواف الغنم. ده كده الحراس اللي هو الفايبريتنج أو الاهتزاز المهتز، ده الجزء بيعمل دمج ويحصل له اهتزاز. ده كده الحراس اللي هو العجل الكاوتش بالشكل ده كده. بعد كده الحراس اللي هو العجل الحديد، ده كده حديد وبرضه العجل اللي ورا حديد. كده شفنا مع بعض جميع انواع الهراسات او معدات الدمك اللي احنا ممكن نستخدمها مع انواع الترب او انواع التربه المختلفه. تمام. تعال نشوف مع بعض دلوقتي، انا حددت نوع التربه. طيب انا عايز اعرف هل التربه دي وحشه ولا كويسه، هل التربه دي صالحه للاستخدام ولا غير صالحه للاستخدام، هل التربه دي ممكن استخدمها في الموقع ولا ممكن استبدلها. تعال نشوف مع بعض ايه اللي عشان تطلع التربه دي وحشه او كويسه او صالحه للاستخدام او لا، لازم تجيب حاجة اسمها جروب اندكس اللي هو معامل المجموعة. جروب اندكس ده بيقيم لي التربة، هل شوف التربة بتاعتي وحشة أو كويسة، أو التربة بتاعتي صالحة للاستخدام أو لأ. وقال قيمة الجروب اندكس بتاعتي تتراوح من 0 لـ20. تمام. لو القيمة بتاعتي بصفر يبقى التربة بتاعتي اكسلنت. تمام. والإجراء اللي أنا المفروض أعمله في الموقع إن أنا تحتاج إلى تسوية مع دمك عادي، بسوي التربة بتاعتي ثم أعملها دمك بس مع جهد خفيف. تمام. بعد كده لو القيمة بتاعت الجروب اندكس 1، بالتربة بتاعت جود ممكن صلاح الاستخدام وتحتاج الى تسوية مع دمك عادي، بس هنا جهد الدمك شوية هيزيد شوية عن لو كانت القيمة صفر. طيب لو الجروب اندكس بتاعت 2 و 4، يبقى التربة بتاعتي فير
والإجراء المفروض أعمله في الموقع اللي تحتاج برضو إلى جهد دمج أعلى من الاتنين اللي فوق. طيب لو من 5 لـ 9 بالتربة بتاعت بور اللي هي فقيرة تحتاج إلى تحسين، تمام. التربة بتاعت من 10 لـ 20 بتاعت فيري بور ممكن تحتاج إلى تحسين أو إحلال. تحسين هي إضافة بعض المواد إلى التربة بتاعت عشان أقدر أحسن الاسترنس بتاعها، تمام، عشان تكون صالحة للاستخدام. أو إحلال ممكن أستبدل التربة من أساسه، أشيل التربة كلها من الموقع أو من الجزء اللي أنا هبني عليه وأعملها إحلال من جديد. ده كده معامل أو الجروب إندكس. الجروب إندكس بنجيبه من القانون الآتي اللي هو 0.2 في الـ A زائد 5 من 1000 في الـ A في الـ C زائد 1% في الـ B في الـ D. طب إيه هي الـ A أو الـ B أو الـ C أو الـ D؟ قال لي الـ A تساوي المار من مخ الرقم 200 ناقص 35، والقيمة بتاعتها لازم تتراوح من 0 لـ 40. يعني القيمة بتاعتها لو طلعت أقل من 0 هاخد القيمة بتاعتها بصفر، طب لو طلعت أكبر من 40 هاخد القيمة بتاعتها بـ40، تمام. طب الـ B قال لي برضه المار من مخ الرقم 200 ناقص 15، والقيمة بتاعتها برضه لازم تتراوح من 0 لـ 40. طيب الـ C الليكويد ليميت ناقص الـ 40، القيمة بتاعتها تتراوح من 0 لـ 20، لو طلعت أقل من 0 هاخدها 0، لو طلعت أكبر من 20 هاخدها كام؟ هاخدها 20. طيب الـ D تساوي البلاستيستي اندكس اللي هي كانت بتساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت ناقص 10، والقيمة بتاعتها تتراوح برضه من 0 إلى 20، تمام. تعال نشوف مع بعض مثال بالشكل ده كده. كده مثال عاوز أصنف التربة دي تربة A، تربة B، تربة C، تربة D، تربة E، تمام. مديني مجموعة من دي من المناخل وبالإضافة للليكويد ليميت والبلاستيك ليميت بتاعي. طيب المفروض إن أنا أهتم بيه 5 حاجات: المار من رقم 10، المار من رقم 40، ثم المار من رقم 200، ثم الليكويد ليميت والبلاستيك إيه والبلاستيك ليميت. الـ 5 حاجات دول المفروض اكون معطى عندي عشان اقدر اصنف اي نوع من انواع التربه. طيب هنا مديني المار منخ رقم 19 ما يهمنيش، المار منخ رقم 12 ما يهمنيش، المار منخ رقم 4 ما يهمنيش، من اول مار منخ رقم 10 لغايه البلاستيك ليميت ده الاجزاء او المعطيات المفروض ايه المفروض تهمني. طب تعالى نشوف مع بعض سوي ايه. اول حاجه المفروض هبص لها المار منخ رقم 200. طب المار منخ رقم 200 لو طلع اقل من او تساوي 35 يبقى التربه بتاعت التربه خشب، طلعت اكبر يبقى التربه بتاعت التربه ناعم. طب هنا مديني كام؟ 70%، معناها أكبر من 35%، يبقى التربة بتاعت التربة تربة ناعمة. يبقى أنت طالما عرفت التربة بتاعتي تربة ناعمة يبقى عندي طريقتين، يا إما أستخدم الشارت اللي إحنا قلنا عليه، يا إما أستخدم إيه؟ يا إما أستخدم الجدول. خليني نستخدم الجدول. طيب أول حاجة هبص عليها في الجدول المار من رقم 10 اللي هو كام؟ 97%. ده كده الجدول بتاعي، أنا ههتم بس بالفاين سوي، أنا عرفت إن التربة بتاعتي تربة ناعمة. لما ادخل المار من رقم 10 97% هتلاقي هنا مش كاتب لي اي حاجه. طالما مش كاتب لي اي حاجه قصاد المناخل او قصاد الشرط بتاعي يبقى هتنفع لاربع انواع. تمام ادخل على المار من رقم 40 برضه هتلاقي مش كاتب لي حاجه يبقى هتنفع لاربع انواع. هدخل بالمار من رقم 200 اللي هو كانت 70% هتلاقي هنا كاتب لي 36 مينيمم في الاربع حالات، يعني لا تقل عن 36 وكده اصلا 70% يبقى تنفع برضه الاربع حالات. بعد كده ادخل ايه؟ هدخل بالليكويد ليميت. هنا في المسألة مديني الليكويد ليميت بتاعي بـ29، تمام. هدخل لما ادخل بالليكويد ليميت بـ29 هتلاقي انا مديني 40 ماكسيموم، لا تزيد عن 40 يبقى تنفع ايه؟ 4. هنا 41 من يعني لا تقل عن 41 والقيمة 26 يبقى ما تنفعش ايه؟ 5. هنا مديني 40 ماكسيموم، لا تزيد عن 40 والقيمة 26 يبقى تنفع ايه؟ 6. هنا 40 مينيمم يبقى ما تنفعش ايه؟ 6، تمام. بالتربه بتاعتي يا اما A4 يا اما A6. هدخل برضو عندي من الشرط الاخير اللي هو البلاستيك اندكس اللي هو البي ار بيساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. الليكويد ليميت عندي بـ29 والبلاستيك ليميت بـ25 اللي هو هتديني القيمه بكام؟ بـ4. طب ادخل بالـ4 هنا في التربتين بتوع الـ A4 والـ A6 اللي باقيين عندي، ده عندي 10 ماكسيموم لا تزيد عن 10 يبقى تنفع ايه؟ 4. هنا 11 مينيموم يعني لا تقل عن 11 يعني ما تنفعش هنا في A4. يبقى التربه بتاعتي A4. يبقى انا عرفت نوع التربه بتاعتي اللي هي A4 اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت سيلت تمر. طيب عاوز اعرف التربه بتاعتي بقى صالحه للاستخدام ولا لا؟ هل هي تربه وحشه كويسه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الجروب اندكس. تعالى نشوف مع بعض. الجروب اندكس بتاعي اللي هو بيساوي البوينت 2 من 10 ال A زائد بوينت 5 من 1000 ال A في ال C زائد 1 من 100 ال B في ال D. تعالى نشوف مع بعض. الـ A بتاعتي المار من الرقم 200 ناقص 35 اللي هي 70 ناقص 35 دينا 35 بين الصفر والـ 40، ايوه يبقى القيمة بتاعتي تفضل زي ما هي.
طب البي البار ناقص الرقم 200 ناقص 15 هي 70 ناقص 15 55 بين الصفر و40 لا، يبقى اخد القيمه بتاعتي طلعت اكبر من 40 يبقى اخد القيمه بتاعتي كام؟ ب 40. طيب السي ليكويد ليميت ناقص 40 طلعت عندي سالب 11 معناها اقل من الصفر باخد القيمه بتاعتي بصفر. دي القيمه بتاعتي طلعت سالب 6 معناها القيمه بتاعتي طيب اخدها بصفر. عوض في الجدول او في القانون بتاعي القيمه بتاعتي تطلع بكام؟ هتطلع ب 7، يعني ما بين الاربعه او بين الخمسه والتسعه. معناها التربه بتاعتي ايه؟ معناها التربه بتاعتي بور اللي هي ضعيفه. يبقى التربه اي 4 اللي هي اللي انا استخدمتها او اللي انا صنفتها ضعيفه كتربه التأسيس اللي هي سب جريد دي. ده كده اول نوع من انواع التربه بتاعتي. تعال نشوف تاني نوع سويل بي. اول حاجه هبص لها المرموق الرقم 200 10% انا اقل من 35 يبقى التربه بتاعتي تربه خشن. طالما التربه بتاعتي تربه خشن هدخل الجدول بتاعي. اول هدخل اول حاجه بكام؟ بالمرموق الرقم 10 اللي هو مديله بكام؟ ب 95. هنشوف مع بعض الجدول. مرموق رقم 10 انا هعتمد بالكورس السويل فقط مدينا 95، وهنا في ال A1A مدينا 50 ماكسيموم يعني لا تزيد عن 50، يبقى ما تنفعش A1A. يبقى كده انا لغيت 1A. طب تنفع A1B؟ طالما مش كتب لأي حاجة يبقى تنفع. تنفع A1B، تنفع A3، تنفع إيه؟ تنفع ال A2. طيب أدخل بعد كده على المار مناخ الرقم 40. المار مناخ الرقم 40 اللي هو 60%. لما أدخل بال 60% في ال A1B هنا مدينا 50 ماكسيموم لا تزيد 50، يبقى ال A1B ملغية برضه. تمام هدخل عند A3 مدينا 51 مينيمم يعني لا تقل عن 51 والقيمة 60 تنفع A3. طالما مش كتب لي حاجة في الـ A2 يبقى تنفع في الـ A2. طيب بعد كده ادخل بره مناخ الرقم 200 اللي هو رقم او 10%. تمام لما ادخل 10% هنا مدينا 10 ماكسيمم يعني لا تزيد عن 10 يبقى تنفع A3. طيب لما ادخل A2 هتلاقي مدينا 35 ماكسيمم يعني لا تزيد عن 35 يبقى تنفع برضه A2. هدخل بعد كده بالشرط اللي بعد كده اللي هو الليكويد ليميت. هبص كده على الليكويد ديمت هتلاقي مكتوب لك نو بي او ان بي. ان بي يعني ملهاش قيمه يعني القيمه بتاعتها كانها بصفر. طيب هدخل بالليكويد ديمت بالان بي الشارت بتاعي هنا ان بي هنا كان برضه مش تبقى برضه تنفع اي 3 طالما مديني ان بي. طب لما ادخل اي 2 هتلاقي مديني في الاي 2 بتاعتي مديني قيم. طالما مديني قيم في الاي 2 يبقى ما تنفعش الاي 2 كامل. يبقى التربه بتاعتي ايه؟ التربه بتاعتي اي 3. لو دخلت بالشرط اللي بعد كده البلاست اندكس اللي هو نيبي برضه هتلاقي برضه مدينا هو الاي 3. التربه بتاعتي اي 3. يبقى انا عرفت التربه بتاعتي اللي هو اي 3 اللي هي الرمله الناعمه. عاوز اعرف الاي 3 دي صالحه للاستخدام ولا لا؟ برضه عن طريق الجروب اندكس. عن طريق الجروب اندكس المعلوم في الرقم 200 اللي هو 10 ناقص 35 اللي هو سالب 25 هاخدها بصفر لان اقل من الصفر. طب البي المعلوم في الرقم 200 اللي هو ال 10 ناقص 15 اللي هو سالب 5 اللي هي اقل من الصفر هاخدها صفر. السي هتطلع برضه بصفر وكذلك الدي هتطلع بصفر. عوض بالدي هتطلع عندي بكام؟ بصفر. يبقى التربه بتاعت اي 3 تربه اكسلنت او ممتازه كتربه تاسيس. ده بالنسبه للتربه سي او التربه بي. طيب بالنسبه للنوع الثاني او النوع الثالث تربه رقم سي. مديني برضو المرموق في الرقم 10 49، المرموق في الرقم 40 39، المرموق في الرقم 200 6. أول حاجة هبص عليها المرموق في الرقم 200 6 معناها أقل من 35% يبقى التربة بتاعتي تربة خشنة نفس الطريقة اللي فاتت وأطلع نوع التربة. طيب بالنسبة للتربة سويل دي هبص على المرموق في الرقم 200 هلاقي 52% معناها إن هو أكبر من 35 يبقى التربة بتاعتي تربة ناعمة. يبقى عندي حالتين يا إما أستخدم الإتشار يا إما أستخدم الجدول. خلينا نستخدم الجدول. اول حاجه ابص عليها في الجدول هي المرموق في الرقم 10 اللي هي ال 100. انا مهتم دلوقتي بالفاين سوين. المرموق في الرقم 10 طالما مش كاتب لي ارقام قصاد المرموق في الرقم 10 يبقى تنفع ايه؟ تنفع الاربع انواع. المرموق في الرقم 40 نفس النظام ما كاتبليش ارقام يبقى تنفع الاربع انواع. بعد كده المرموق في الرقم 200 اللي هي كانت 50% وانا كاتب لي في الاربع انواع 36 يعني لا تقل عن 36 يبقى تنفع برضه في الاربع انواع. بعد كده اخش على الليكويد ليميت بتاعتي. في الليكويد ليميت كاتب لي عندي الليكويد ليميت كام؟ 48 والبلاستيستي او البلاستيك ليميت 36. لما ادخل بال 48 انا كاتب لي 40 ماكسيم يعني لا تزيد عن 40 يبقى دي ما تنفعش. 41 ميلم يعني لا تقل عن 41 يبقى ليه 5 ممكن تنفع. 40 ماكسيمم دي ما تنفعش دي ممكن تنفع. بعد كده ادخل بايه؟ بالبلاستيك ليميت او البلاستيستي اللي هو بتساوي الليكويد ليميت
اللي هي 48 ناقص البلس قيمة اللي هي كانت 36 اللي هي هتديني كام؟ 12. هدخل بالقيمة رقم 12 هنا مديني 10 ماكس، لا تزيد عن 10 يبقى القيمة دي ما تنفعش. هنا 11 منهم يعني هتزيد عن 11 يبقى القيمة التربة بتاعتي طلعت كام؟ A7. طب انا عاوز اعرف دلوقتي التربة بتاعتي A75 او A76 عن طريق الشرط بتاعي اللي هو البلس ستاندكس، هل هي اقل من او تساوي الليكويد ليميت ناقص 30 ولا اكبر من او تساوي الليكويد ليميت ناقص 30؟ طيب البرسيست اندكس بتاعتي عندي ب 12 والليكويد ليميت عندي ب 36. طيب 36 او الليكويد ليميت عندي ب 48، ال 48 ناقص ال 30 اللي هي ال 18. تمام، يبقى 12 اقل من ال 18 يبقى البرسيست اندكس اقل من او تساوي الليكويد ليميت ناقص 30، يبقى التربه بتاعتي A75. طيب التربه بتاعتي A75 اللي هي الطين عاوز اعرفها، هل هي تربه صالحه للاستخدام او تربه وحشه او كويسه؟ قال عن طريق الجروب اندكس. هنعوض في قوانين الجروب اندكس بالشكل ده كده، هتطلع عند التربة دي اي بكام؟ دي هتطلع عندي بخمسة، يعني ما بين الخمسة والتسعة اللي هي البور، ويبقى التربة بتاعتي تربة ضعيفة كتربة تأسيس، كذلك بالنسبة للنوعين الباقيين من أنواع التربة، نفس الطريقة وبنفس الشكل. طيب ده مثال تاني، بقول لي صنف التربة بتاعته بواسطة الأشتو وال describe each estimating the probable behavior for the subgrade. اشرح لي ال behavior أو التربة اللي أنا هستخدمها دي نوعها إيه كتربة تأسيس، تمام، وإيه أبدو معدل الدمج اللي أنا ممكن أستخدمها في التربة اللي أنا هصنفها. بطلب مني أصنف التربة، مطلوب مني اشوف التربه بتاعتي دي تنفع كايه كتربه تاسيس، هل هي تربه ممتازه كتربه تاسيس ولا تربه ضعيفه كتربه تاسيس زي ما احنا قلنا. دلوقتي قدام اللي انا ممكن استخدمها في اي نوع تربه بتاعي اللي انا حصل منه، تعالى نشوف مع بعض. مديني السؤال ايه تربه ايه، ما نوع رقم 4 ما يهمنيش، ما نوع رقم 10 ماشي، ما نوع رقم 40 ماشي، ما نوع رقم 100 ما يهمنيش، ما نوع رقم 200 يهمني، والليكويد ليميت والبلاستيك ايه البلاستيك ليميت بتاعي. تمام. اول حاجه في السؤال هبص في المرمى رقم 200 اللي هو 8% معناها لا اقل من 35، يبقى التربه بتاعتي تربه خشنه. لو تربه خشنه ارجع ابص بقى عليه على الجدول بتاعي. اول حاجه ابص في الجدول هي المرمى رقم 10 اللي هي 75%، ابص في الجدول المرمى رقم 10 اللي هي 75% مديني في ال A1A 50 ماكسيموم، يعني لا تزيد عن 50 يبقى A1A ما تنفعش. فلو الباقي مش مكتوب في حاجة يبقى تنفع في الباقي. بعد كده أدخل بالمرموق رقم 40 اللي هو 55%، 55% هنا كاتب لي في الـ A1B 50 ماكسيمم يعني لا تزيد عن 50، وهي 55% يبقى ما تنفعش الـ A1B، يبقى أنا كده لغيت A1A ولغيت A1B. طيب في الـ A3 كاتب لي 51 مينيمم لا تقل عن 50 يبقى ممكن تنفع A3، والـ A2 طالما ما كاتبليش حاجة يبقى تنفع في الـ A2. طيب بعد كده ادخل بره المدخل رقم 200 اللي هو 8%، لما ادخل بال 8% انا كاتب لي 10 ماكسيم لا تزيد عن 10 ممكن ننفع برضه A3، انا كاتب لي 35 ماكسيم في الاربع اللي برضه ممكن تنفع في الـ A2. بعد كده ادخل بالليكويد ليميت بتاعي، لما دخلت بالليكويد ليميت اللي هو مش مديني ارقام معناها ملهاش ليكويد ليميت او الليكويد ليميت ملهاش قيمه او بصفر يعني عامه، هدخل الجدول بتاعي الليكويد ليميت هنا ملهاش قيمه، هنا في الاي 2 مديني قيمه للليكويد ليميت يبقى ما تنفعش اي 2، ولكن في الاي 3 مش مديني قيمه يبقى تنفع اي 3. طيب كده انا عرفت نوع التربه، لكن عاوز تخش بالشرط الاخير اللي هو بلاست اندكس، هتلاقي مديني عندي اللي هو ان بي ملهاش قيمه، يعني هتلاقي برضه هنا برضه عندي في الاي 3، يبقى التربه بتاعتي تطلع ايه؟ التربه بتاعتي اي 3، تربة A3 اللي هي الرملة الناعمة. عاوز أعرفها هل هي تربة وحشة أو تربة ممتازة؟ قال عن طريق الجروب إندكس، هنعوض في الجروب إندكس بتاعي. لو عوضت في الجروب إندكس بالقانون ده طلع عندي اللي بيساوي صفر، يبقى تربة A3 ممتازة كتربة تأسيس. طب مواد الدمج اللي أنا ممكن أستخدمها إيه؟ قال لي مواد الدمج اللي أنت ممكن تستخدمها تلات حاجات، يا إما الهراسات الهزازة زي ما إحنا قلنا في الجدول، يا إما العجل الكاوتش، يا إما العجل الحديد. طيب بالنسبة للتربة بي السويل بي، اول حاجه ابص عليها المرمخ الرقم 200
اللي هي 41%، اللي هي أكبر من 35، يبقى التربة بتاعتي تربة ناعمة. عندي حلين، يا إما أستخدم الشار يا إما أستخدم الجدول. خلينا في الجدول. لما أستخدم الجدول أول حاجة هبص عليها المرموق الرقم 10 ثم 40، هتلاقي في الجدول مش كاتب لي حاجة، يبقى تنفع إيه؟ تنفع الحالتين، تنفع لأربع أنواع من أنواع التربة. أبص على المرموق الرقم 200 هتلاقي مدولي كام؟ 41%، معناها أكبر من 36 مينيمم، يبقى إيه؟ تنفع برضو الأربع حالات. أبص على طول على الليكويد دي، على الليكويد دي، الليكويد دي عندي ب 50. لما بص عندي هنا ب 50، الليكويد عندي بكام؟ ب 50. دي 40 ماكس، لا تزيد ما تنفعش اي 4. دي 6 40 ماكس ما تنفعش اي 4، ما تنفعش اي 6. طب اي 5 دي 41 مينيمم، لا تتكلم عن 41 تنفع اي 5. اي 7 تنفع برضه اي 7. بعد كده ادخل لي على البلس ستينكس اللي هو بيساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت، اللي هو بيساوي كام؟ 50 ناقص 20 اللي هو 30. أو دي على طول مديني جاهزة، دي البلاستيست اندكس اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي 20. لما أدخل بال 20 في الجدول بتاعي، قلنا التربة بتاعتي يا إما A5 يا إما A0. لما أدخل هنا عندي بال 20 بتاعتي هنا في ال A5 هنا مديني 10 ماكسيم، يعني لا تزيد عن 10، هنا زادت 10 ما تنفعش A5. هنا 11 منهم لا تقل عن 11، يبقى تنفع إيه؟ تنفع A7. يبقى التربة بتاعتي A7. اعرفها ايه سيفن 5 او سيفن 6 عن طريق ايه؟ البلاس البلاست اندكس اقل من او تساوي الليكويد ليميت ناقص 30، ولا اكبر من الليكويد ليميت ناقص 30 عن طريق الشرطين دول. طيب البلاست اندكس عندي ب 20، الليكويد ليميت عندي اللي هو ب 50، 50 ناقص 30 هي 20، تمام. يبقى البلاست اندكس عندي بتساوي كام؟ البلاست اندكس عندي بتساوي الليكويد ليميت ناقص 30، وقلنا البلاست اندكس اقل من او تساوي الليكويد ليميت ناقص 30، يبقى التربه بتاعتي ايه؟ 7.5. واعرف التربه بتاعتي تربه وحشه او ممتازه عن طريق الجروب اندكس او معامل المجموعه زي ما احنا اتكلمنا. طيب لو انا عاوز استخدم التشارت، التشارت عندي كان بالشكل ده كده، دي كده البلاست اندكس، ده الليكويد ليميت، ده الخط كده عند القيمة 10، ده الخط عند القيمة 40، عارفين ده ال A4 وده ال A5 وده ال A6، ده كده A75 وده A76. هدخل بالقيمة بتاعت الليكويد ليميت اللي هي كانت 50، يعني أكبر من 40، معناها هنا بالشكل ده كده. طيب وأطلع كده بالشكل ده كده، وأدخل بالقيمة بتاعت البلاستينكس اللي هي كانت 20 موجودة في الجدول، هي طلعت هنا بالشكل ده كده، تمام. طيب وادخل بالجدول بتاعي هتطلع عند القيمة هنا بالظبط. طلعت القيمة هنا عند الـ A7. طالما انت مش راسم الرسمة بسكيل مش هتظبط معايا، فعشان تعرف التربة بتاعتك A75 او A76 لازم تعوض في الشرط بتاعك، واشوف البلاستيست اندكس بتاعتك اقل من او تساوي الليكويد ليميت ناقص 30 ولا اكبر من الليكويد ليميت ناقص 30، وبناء عليها احدد التربة بتاعتي A75 ولا A7 ولا A7X. ومعدة الدمج اقول ايه؟ سيفن فايف ضعيفة كتربة تأسيس، تمام. معدة الدمج بتاعتك هي حراسة حوافر غنم زي ما احنا قلنا، زي ما احنا قلنا في الجامعة. ده كده شابتر او السويل كلاسيفيكيشن او انتروداكشن عن الاستراكشر ديزاين او التصميم الانشائي.